إسراء من الإمارات. السلام عليكم يا وعليك أحب. السلام يا إسراء. بداية أحبك الله فيما أحببناك فيه. الله يسعدك يا إسراء. بتمنى أنه يتسع صدرك إلي. أنا بس بدي ترح قلبي لأني أنا حدا مرق في قصة وشوي ضميري مأنبني. يلا قولي القصة يا شيخ. باختصار أني أنا بداية أنا عمري 37 حاليا. ما شاء الله. هي الله يسعدك. أنا أردنية، أتيت للإمارات من 10 سنوات. نعم. أوكي. قبل ما أطلع للإمارات كنت أشتغل في الأردن، وضعي المادي منيح كويس. يعني كنت أشتغل كوافيرة وراتبي كويس. شو تشتغلين؟ كوافيرة. الميك اب والشعر وهيك. نعم. فلما أنا كنت أشتغل بالأردن كان راتبي منيح كويس. هو أساس القصة إنه أنا والدي رجل الله يرحمه رجل كبير في السن. نعم. يعني جابنا على كبر. نعم. أوكي. لما وعيت على الدنيا نحن جيلين، أول 3 كبار، وبعد 9 سنوات أمي جابت ولد وبنت. يعني اللي في البيت في جيلين، جيل كبار وجيل صغار. اللي صار إنه أنا كنت مسؤولة عن هذا البيت. نعم. وفي كل سعادة وكنت نعم. سعيدة جدا، وأنا يعاملوني على أني أنا الكبيرة وأنا المسؤولة وأنتي المهم. كملي يا صاحبي. المهم أنا كبرت وأنا مسؤولة عن البيت، وكنت شايفة أبوي قدامي الله يرحمه كان تعبان. نعم. الحين لما أخوي كبر فجأة، تعرف أنت الشباب فجأة بكبروا. أخوي اللي أنا كنت أنا يعني سوري أنا اللي كنت يعني أحطه في حضني وأطعميه، كبر بيني وبينه 9 سنوات. لما كبر أمي فرحت فيه فرحة صعب أوصف لك إياها. هي صارت تشوفه رجال البيت. إيه طبعا. الكارثة اللي صارت في البيت بيني وبينه هي بدايتها من لما كان عمري 27 سنة. نعم. أمي فجأة كانت سعيدة جدا إنها شافته كبير، فجأة صار صوته يعلى في البيت. حالي تبدل. أنت وين؟ ليش هلأ مروحة؟ طبعا ليش هلأ مروحة؟ أكون أنا مروحة من الدوام مثلا الساعة 10 طلعت. شو يعني الوضع كله اختلف. بداية أمي كانت فرحانة فيه، فهو أخذ وضعيته في البيت واستغل إنه أبوي مو قادر يقوم لأنه كان والدي بهذاك الوقت مقعد. خلافي ابتدى بيني وبين أخوي، وأنا علاقتي في أبوي والد وايد طيبة كانت هذيك الأيام. المهم بعد فترة الخلاف بيني وبين أخوي كبر، وصل لمد اليد ومن هالحكي. أبوي زعل علي لأنه كان بأياميها جايين يعقد عمل على الإمارات أو على الكويت. وأمي رفضت، أمي جدا متدينة. الله يسهل عليها. المهم قالت لي لا. أبوي قال بفكر. أمي قالت له لا بنتك ما بتسافر. انتهى الموضوع. لما كبرت الخلافات بيني وبين أخوي، أبوي زعل علي لأنه وصلت لمد الإيد والإهانة وهيك. بيني وبينه ناداني قال لي بابا بدك تسافري؟ أنا بقول لك من عندي سافري، أنا بعرف شو مربي. اللي صار إني فعلا أنا سافرت، والحمد لله أني جيت على الإمارات، دولة كريمة فيها أمن وفيها أمان. وعشت حياتي. في البداية أخوي خلى أمي تقاطعني وما تكلمني أبدا. أنا ضليت على تواصل مع أبوي عن طريق أخواتي المتزوجات. بس يجوا يزوروا أهلي أكلم أبوي. أمي قاطعتني فترة. بعد الفترة أنا طبعا بنظر أخوي اللي أنا سويته، أنت تعرف الشباب متعصبين، اللي أنت سويتي هذا اسمه انحلال أخلاقي، يعني كل شاب تعرف كيف يفكروا هم. المهم أنا بعد فترة تصالحت. أنا حاولت أضبط الوضع مع أهلي. ضليت وراء أمي لين حجزت لها وقلت لها ماما أنا تعالي أنا حابة تيجي تشوفي أنا كيف عايشة في الإمارات، تعالي شوفيني كيف أنا عايشة، شوفي حياتي، شوفي هاي البلاد شو فيها أمان. المهم حتى نكسب. المهم هي ادخلي في الموضوع. جبت أمي، جيت أجيب أمي عندي. قالت لي أوكي أنا باجي، بس على شرط طلعي أخوكي معاي، أخوكي وأختك الموجودين في البيت حاليا. طلعيهم شو لا. عمل ولا لا زيارة. مكان السفر عنده حرام. كملي أوكي. المهم طلعتهم. والله يا شيخ هذاك الوقت أنا كنت أداوم في دبي وكان وضعي يعني وبين ما أدي كان مرتاح في 2016. هذا الكلام جبت أهلي أكرمتهم بما يعني من قلبي وما قصرت. المهم هم شافوا وضعي إنه أنا وضعي كويس مرتاح. وأنه الله بعلم أنا كنت يمكن مدينة عشان أطلع في أحسن صورة. المهم هم ساروا ردوا البلاد. أنا حاولت أضبط وضعي مع أخوي الحمد لله رجع. بعد فترة هذا اللي تعب لي نفسيتي. تجي بنت عمي تطلع بتقول لي جاي زيارة على الإمارات، بتقول لي أنت أخوك كيف طلع عندك؟ قلت لها طلع أنا عملت له فيزا زيارة وإجا. قلت لي أخوك مشنع عليك في الكلام، أخوك يقول ويقول 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 ويقول.
شو يصير؟ شو يقول؟ شو يقول؟ يقول 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 شو؟ يقول إن هاي طالعة تهمل، هاي طالعة هاملة، هاي طالعة مش عارف إيش، هاي تبي تعيش لحالها، هاي تبي. المهم هي بعدين شو صار؟ عجالة هي إسراء يلا. العجالة بالنهاية عشان أنا قلبي غلي بكملي أريد أطلع. أنا والدي في 2013 سوري قبل لا أطلع أمي وأخوي عندي. أنا والدي في 2013 تعب، نزلت شفته ودعته توفى الله يرحمه. رحمة الله عليه. الحمد لله توفى راضي عني. والدي لما توفى أنت تعرف هو متقاعد عسكري. إيه. راتبه التقاعدي قانونياً في الدولة يقسم على أبنائه اللي ليس لهم معيل. إيه. أوكي الحين لما صار الموضوع أمي قالت لي أنت تقاعد أبوك أنا كان يجي للبيت مصروف بدك إياه، قلت لها لا ماما حبيبتي يعني أنا بعطيك بدي آخذ منك تقاعد أبوي. عملت لها فيه وكالة عامة وخلاص. نزلت مخصتي وأنا من الإمارات سويت لها وكالة عامة ورديت أطلع دوامي. بعد فترة هم لما إجوا عندي وهيك أنا دريت شو حاكي علي، زعلت كلمت أمي قلت لها ليش هيك ابنك بيسوي يعني ليش هيك بيسوي، أنا عمري ما قصرت يعني. قالت لي خلص انسي سيبك منه. بعد فترة كل ما يصير مشكلة والله يا شيخ تميل علي، وعمري ما قلت لها لا، أبا فلوس عشان شيء، أبا أخوكي صار عنده مشكلة في سيارته يبالها تصليح، حاضر حاضر. طيب كمل إسراء. المهم أعطيني اللب، أعطيني اللب. أنا وضعي أنت تعرف الحياة في الغربة. المهم أب تداون فجأة بيكون عندك فجأة ما بيصير فجأة عندك دوام. طلبت فلوس التقاعد. إيه جيت لأمي كلمتها قلت لها ماما أنا الحين ما عندي دوام، شوي قاعدة أدور حصلت شغل بس راتب قليل. ممتاز. وأنا بنت عندي أقساط سيارتي. نعم. عندي شيء. نعم. أموري كلها ساءت وأنا متقاعد من 2017 تاركته، ممكن يا أمي تتركي لي إياه بس هالسنة، جمعي لي إياهم بس سنة وأعطيني إياهم أسد ديني علي ديني كبير. نعم. قالت لي إن شاء الله بيصير خير. مرأة السنة أنا معتمدة أن أمي تترك لي الفلوس. بدرة بعدين أنه هو قاعد ما بيشتغل، قاعد في البيت من ساعة ما تخرج. المهم بدرة من خواتي المتزوجات أنه هو أخذ الفلوس سحبهم من البنك، قال لأمي روحي جيبي لي إياهم بدي إياهم بدي أصلح سيارتي، سحبت له إياهم. اللي صار إني أنا عزت علي نفسي فقمت كلمت أمي وقلت لها أنا نازلة على العمان بس أشوف ابنك شو بدي أخرتها معه ليش هيك بتعامل معاي. نزلت صار مشادة كلامية بيني وبينه وطردني قال لي اطلعي برا. طلعت قضيت وقت عند أختي. أمي قطعتني 13 يوم أنا قاعدة في الأردن ما قدرت أشوفها أبدا. ردت فعلي أنا كإنسان حسيت إنه أنا حتى بالفلوس ما قدرت أكسب قلب أمي، لا بمحبة لا بعطاء لا ولا بشيء. ردت فعلي كانت كتير متضايقة أنا على نفسي. طلعت نزلت الأحوال المدني نزلت البنك وقفت الوكالة وروحت. لما وقفت الوكالة أمي زعلت مني وقطعتني. أختي الكبيرة كلمتها وقالت لا ما بصير هاي بنتك وبتحاول تحكي معاكي وأنت ما بتردي عليها وما بصير العلاقات تكون مادية لأنه بنتك عمرها ما قصرت معاكي. المهم ظلت مقاطعتي فترة طويلة. بعدين أنا ضليت وراها كل يوم أبعت لها كل يوم أبعت لها الحين ترد علي. هي ردت علي وتصالحنا الحمد لله من شهر. طيب المهم بس المشكلة يا شيخ أنا قاعد أحس كل شيء يصير معاي مثلا اي مشكله احس ان امي مو راضيه عني. نعم. طيب الحين دوري اتكلم ولا خلصتي؟ اي بس سؤالي انا آسمة. طيب الحين بكمل. اول شيء طلع اللي بقلبك عادي ما عندي مشكله. هذا اللي انت تمرين فيه انا مريت فيه حتى مع الشباب. كنا نشوف انه البنت اذا اشتغلت حرام وليس من الرجوله، بتعرفي عنصر الذكوره بيكون مرتفع. فهو كم عمره الحين؟ 28. ايه 28 فترة العشرين. وهذا الكلام هو 22 21 ولا 23؟ هذا الكلام لحد 2016 17. لا لما بدت المشاكل وشغلك حرام بدت المشاكل كان هو عمره 19. هاي هرمون الذكورة مرتفع. المهم اقول لك حاجة، اخوك كيف وضعه يعني ملتزم دينيا؟ لا مش ملتزم بس متعصب جدا. متعصب دينيا ولا هبلا؟ في فرق ترى. هبلا يعني هبلاً. هو يقول لك حرام حرام بس هو يسوي ابو الحرام. اي الاستشراف يعني مستشرف. اي يعني يسوي الغلط في كل الحي في كل الاردن يسوي الغلط وعند بيته بقلب بعمر بالخطاب. هذا هو النوع اخوكي بالضبط. زين اسمعي يا كثرهم اسمعي، حنا واحنا وانا الشباب قراتي كتاب كنت متطرفا؟ لا إن شاء الله لا أنا بسوي دعاية لكتابي ترى. كتاب كنت متطرفا نفس القصة هذه. حنا زمان الله الحمد لله أن الوالدة صبرت علي الله يسعدها أم وسيم، صبرت علي كثير صبرت علي.
نقلت لبيت أمام مسجد، كان المسجد يحمل فكر قذر من التشدد اللي قائمين على المسجد وليس المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسجد ضرار، فالقائمين على المسجد كانوا يحملون فكر قذر جدا، المرأة عورة، المرأة المرأة كذا، المرأة كذا. فقلنا دائما نجلس بعد الفجر يشعروك أن الرجل إذا كشف وجه بأخته ديوث، أقسم بالله العظيم لا أزل عليكم، إذا انكشف وجه أخته ديوث، إذا أخته مثلا لبست العباية مثلا وظهر طرف القدم أو مفتوحة العباية من تحت شوي ديوث، هذا لا، هذا يرضى الخبث على أهلي، ما في رجولة، الرجولة أنك تحكم المرأة. فأنا عمري كان 17 18 سنة، شو تتوقعين ردة فعلي على أخواتي؟ صح متعصب. شوفي أنا ما ليه أمدح نفسي وسيم خليه يولي، بس أكره أطلع بالإعلام مثالي، أكره ما أتكلم عن حياتي، أكره ما أتكلم عن تجربتي، لأني أدعي كأني نازل من السماء، ترى أنا ابن المجتمع. فأنا طلعت متعصب، ما شفت شو سويت، أدخل على غرفة أختي مزع الصور ميكي ماوس، ها ممنوع المسجل، إذا أختي تسمع أغنية أكسر مسجل فوق راسها، هذا وضعي كنت. علمت أمي يا ويلها إذا طلع صوتها، وهي بالستين سبعين الآن، يا ويل أمي، أذكر مرة أمي إذا شربت الشاي، تشرب شاي مثلا يظهر الكم هكذا لما تشرب، عباية فضفاضة، تعرفين تعرفين عبات الأردن، تعرفينها المطرزة هي، فهي من هنا واسعة، فكانت لما تنزل أعمل فضيحة، كأن كل المنطقة اللي أنا فيها طالعون أمي متى تشرب شاي، هذا الفكر موجود. علمتي؟ فالتشدد موجود، عمل المرأة ما تشتغل، أنا الرجال أصرف على البيت وأنام للوحدة الظهر، علمتي؟ هذا أخوك من هذا الفكر. فالذي يعزز مبدأ الذكورية ليس الرجل فقط، تعرفي مين ألوم أنا أكثر شيء؟ الأمهات. أنتم الأمهات تقولون والله الرجال يظلمونا، وأبوك ظلمني، أنت تساعدي ظلم ابنك على بنتك، والله لولا الأمهات ما وجد مبدأ الذكورية أطلاقا. والله يا شيخ مرة خلني أكمل، خلني أكمل. لولا الأمهات هؤلاء ما وجد مبدأ الذكورية. أنا أشوف كل الرجل متسلط على أخواته ويستشرف على أخواته وأهل بيته وهو صايع سببه الأم، كفو هي خلي يربيكم، الأخ ما تنزل كلمته، هي أنت ما تستحن، أنت كذا، هذا موجود في كل العوائل إلا ما رحم ربك. علمتي؟ أنت تغربتي تحملتي هم الغربة وخطر الغربة، تصرفين على بيت وجالس نايم، أخوك يشتغل؟ لا إيه ما يشتغل، جالس نايم وأنت تصرفين على البيت، من يدفع فواتير الكهرباء؟ كله أنا وأمي. أنت يعني الاقتصاد، الأكل أنا. الأكل والشرب وهذه الأمور أنا، صيانة البيت، حاجات البيت أنا. ها أنت صح؟ زين، وهو نايم عدلت فأمنت فأنمت، هو يشوف نفسه هكذا، هو الآن اسألي أنت كيف ترضى، يقول لك أنا عدلت فأمنت فنمت، أنا رجل البيت، وأنت متغربة وتتحملين والتعب وزحمة السير وثقل دم الزبائن والغربة وهم الغربة، ولو ما عندك درهم ما حد يطرق بابك يعطيك درهم حتى تاكلي، لأنك في غربة في النهاية، والغربة مرة والغريب ميت، علمتي؟ الغريب حكمه ميت، يمشي على الأرض، جثة تمشي على الأرض ما حد يعرف، وهو جالس في البيت، وآخر شيء يقول ما معي ما يصدقوا، إيه وآخر ما بيصدقوا طبعا، أنت في الإمارات خلني ساكت. المهم فأنت الآن جالس وتصرفين على البيت وكذا، هو الآن لما احتاج البيت، لما احتاج لسيارته اللي يطلع يصيع فيها في الشوارع على ما أظن، ولو يطلع يصير المسجد في السيارة إسراء، هو يطلع بالسيارة للمسجد ولا يصيع؟ لا ما بروح المسجد، أمي كانت بصير يوم الجمعة تنبحها ويتقول له قم صلي. زين وين وهو وين يصير يوم بالسيارة وين يصير يعني؟ ما أصحابه، هو مش حدا كتير طايع يعني، بس إنه هو بيتوتي، فهمت علي؟ بيت يطلع مع أصحابه يتمشى في كذا، وهذا بترول السيارة حساب الأم وعلى حسابك صح؟ صح حساب أمي وحسابي، ويجلس وآخر شيء يقول لما خربت السيارة أعطيني راتب التقاعد اللي أختي توفره اللي هي بحاجة في غربة، فأي رجولة هذه؟ فوانت بعد تسالين انا امي الان زعلانه مني، انت في غربه حكم غريق، كانك انت غريقه، وتقول للام وفري المال حتى لا اغرق، ثم الام تعطي الفلوس للسياره وتقول هل انا اثمه؟ انت اثمه اذا فكرت انك اثمه، امي براضيها، بس اخي الذي لا يعطيني ظلا ولا استند عليه ليس باخ، هو واجبه يصل الرحم،
هو واجبه يدعمني، هو واجبه ينحت الارض حتى ما امد يدي لحد، هو واجبه، هو واجبه اذا احتجت يبيع جسده، يبيع عضوه، عضو من اعضائه حتى ينقذ اخته، مو يجلس في البيت وياخذ فلوس اخته ويصلح السياره. ثم تقول لي هل انا اثمه اذا امي زعلت؟ انت اثمه بهذا الفكر، فكرك بصراحه مزعج. حمد الموس قصتك يا شيخ، لما بتكون غريب وفي غربه بتحس يعني لا بس فكرك مزعج. امي انا بقنعها، انت امي مستعد اقبل حذائها، مستعد امي ان اقبل انزل لحذائها واقبلها، مستعد امي ان اقبل يدها، مستعد امي اضعها فوق راسي وامشي في سكك المدينه. هي بتحب ابنها اكثر حاجه. ما هذا هذا مبدا الذكوريه، الام ما تعزز مبدا الذكوريه، تحب ابنها ما عندي مشكله، بس انا احب امي، علمتي؟ ما يخصني. اما صح. انا اخي اتي اقولها لنا اثمه؟ لا اخوك اسمحي لي، يعني احنا مشكله الرجال نريد ان نمارس كل الذكوره ولا نتحمل تبعات الحياه. اذا اردت ان تكون رجلا على اخواتك فلا تجعل فإذا أردت أن تكون رجلا على خواتك فليست الرجولة فقط أن تأخذ المال وتنام، الرجولة أن لا تحتاج خواتك أحد، أن تستند عليك، الرجولة أو أن ما تأخذ من أختك، يوم أختك يوم تحتاج ما تقول بدي وبعتولها وتأخذ فلوس بعدين وسافر على حسابك وأتى حسابك سياحة، كل شيء كل شيء، يعني ما قصرت معه بحياتي. وكان يقول لك سفرك حرام وشغلك حرام، قال لك بالله قال لك شغلك حرام؟ لا هو كل شيء، كل موضوع اني انا مغتربه لحالي وسافرت من غير محرم، هاي لغه من غير محرم بيحكوها دائما. هو 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 يعني شيخ ديني حتى يقول لك السفر بدون محرم؟ لا لا هو عشان انا اكون معك صريحه، هي سبب شرارة المشكله شيخ بيني وبينه اني انا مو شرحت الحجاب انه انا عمري 19، هو انجن كيف اني انا افكه، وابوي عارف ترى انا قايله من ابوي من الاول. شوفي انا ما يخصني، فالله يهديكي ويوفقك ويصلحك، لكن يقول لك سفر بدون محرم، عائشه تقول ليست كل النساء لديهن محرم. عائشه برا حرام لحالك. اختي المهم حتى اجاوب على سؤالك، انت ما انت اثمه، ابتصلي امك ولا تفكرين انك اثمه، واحسن للوالده، الوالده حبت اخوك قوت اخوك، ما يخصك، خلها تقوي اللي تريده، ان شاء الله تقوي ابليس. امي لو تسجد لصنم وجب الله أوجب الله علي أن أبرها مهما كانت، وإن جهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما، فهذا الدين، هذه قاعدة دينية. فأنا علاقتي مع أمي، أخوي واجبة يصلني ويحسن لي ويبقى ويحسن الصلة لي، علمتي؟ فلهذا لا تفكري أنك آثمة، اتفقنا يا إسراء؟ شكرا كثير. اطلع من هالوسواس، الله يرضى عنك وترك الله يسعدك، الله يسعدك. ذكرني والله العظيم، أوف، وحنا أول ما أول ما التزمنا لازم الحمد لله ما عرفتني، والله العظيم أنا أشكر الله عز وجل عيلتي صبرت علي، إخوالي وأعمامي، أشكر ربنا أنهم صبروا علي، كنت مو يعني لولا هداية الله عز وجل شانه. ولا والمشكلة يقول لك نحن أتباع السنة، هذه السنة، بريء صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمونا سوء الخلق، كيف الرد على، ما يعلمونا الاحتواء، ما يعلمونا الاحتواء، وكانوا يشوفون مرجلة، والله العظيم يعني صارت مواقف آتي الإمام مازي أقول له أقول له مثلا صار معي كذا كذا ورديت على عمي كذا وعخالي، يقول لي كفو أحسنت رجل، أنا أوكي إمام مسجد قال لي رجل، ها إيه والله العظيم أقول إمام مسجد قال لي رجل، يا ويلكم مني. فهذه عندنا مشكلة، وما أشطرهم بالتكلم على النساء، فلا والله يا أخي أقسم بالله ما أكذب عليكم، يقول إمام مسجد تشوفه تقول سني 100% يام على السنة، هذه فلانة بتمشي في ملابس الصلاة الصبح حسبنا الله، وين زوجها يا أخي حسبي والله، حتى المفاتن تكون ظاهرة حسبي الله ونعم الوكيل، وإحنا لا حول ولا، وين زوجها يا أخي ما أدري، حتى بناتها يلبسون جينز ضيق لا حول ولا قوة إلا أقسم بالله. زين ليه تقولنا فرضا طلعت عارية استرها، صح استرها يا شيخ استرها، إيه. فهم دائما يقيسون رجولة الرجل، يقيسون رجولة الرجل إنه يدوس على الحرمة. يا أخي تعرف عندي مشكلة، مثلا شوف كيف الآن، شوف اسأل مشايخ الدين قولهم قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم ثلاث، حديث يقطع صلاة المرء المسلم ثلاث، شو هن شباب؟ يعني إذا أنا أصلي ومر حد يعني مثلا عادي أقف هنا مخرج على البرنامج، فقالوا يقطع المرأة والحمار الأسود، المرأة والكلب الأسود والحمار، فقالوا لما الكلب الأسود؟ يعني الصحابة، شوف الصحابة ما همهم للمرأة،
شوف انت الفكر كيف الحديث مثلا كيف وصلك هذا وانت مقتنع فيه. يعني الصحابه معقول الصحابه رضي الله تعالى عنهم ما فكروا لماذا الكلب الاسود وليه الاحمر والابيض وليه والمراه ما سالوا عنها انه فعلا تقطع الصلاه؟ فقالت عائشه لما وصلها الحديث قالت شبهتمونا بالحمير والكلاب. رفضت الحديث. رفضت الحديث. عقل. اول من رفض الحديث في المنطقه عائشه، لان مستحيل النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا بالكلب والحمار. تخيل. فعلى كل حال انتهى وقت البرنامج في وقت غلط. نكمل غدا، استودعكم الله.